السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن فكرة تنسيق القوائم أو الليست ستايل. الكلام ده أنت ممكن إن أنت تعمله عن القوائم اللي هي الأوردر ليست أو حتى على الأن أوردر ليست وهنشوف الكلام ده دلوقتي إن شاء الله مع بعض. فهنعمل عندنا قائمة وهنكتب جواها مثلا مجموعة من الأيتيمز وليكن هنا أحمد وهنا مثلا شيماء وهنا مثلا علي ايا يكن يعني والقائمة دي هي ان اوردر ليست هنعمل عندنا قائمة تانية برضو هتكون اوردر ليست او قائمة مرتبة زي ما شرحنا في كورس ال HTML طيب انا عاوز اقولك ان الاتنين انت تقدر ان انت تطبق عليهم نفس الفكرة بالظبط فانا ممكن اجيب لك ال اوردر ليست وكمان ال Order ليست واقول لك ان انا عاوز استخدم الليست ستايل وانت عندك تلات حاجات انت ممكن ان انت تستخدمهم عندك الليست ستايل تايب ودي مسئولة عن نوع النقط او الدوائر اللي موجوده عندك هنا في الان اوردر ليست او الارقام اللي موجوده عندك في الاوردر ليست تمام دي هي التايب وتعالى دلوقتي لما نشوف دلوقتي مع بعض لو انا كتبت لك هنا ديسك فكله هيتحول الان اوردر ليست هتكون عندك بالمنظر ده طيب لو انا كتبت لك مثلا ديسيمال اللي هي ارقام فكده كله الان اوردر والاوردر هيتحولوا عندك لارقام تمام طيب انت ممكن ان انت تتحكم في الموضوع ده زي ما انت عاوز ممكن مثلا ان انت تخليها مربعه تكتب عندك هنا سكوير فهتكون عندك مربعه ممكن ان انت تخليها دايره تكتب عندك هنا سيركل فهتكون دايره بالمنظر ده دا. وممكن ان انت تتحكم فيها زي ما انت عاوز وطبعا انت عندك حاجات تانية كتيره جدا عندك الارمن وعندك الجورجين وعندك حاجات انت عمرك ما تستخدمها اصلا عندك مثلا اليوناني واللاتيني والروماني عاوز اقولك ان اكتر حاجة انت هتستخدمها هنا هي النن والنن دي معناها ان انت بتشيل الحاجات دي كلها انا دلوقتي عاوز اقولك ان انا مش عاوزها اصلا تمام طيب تاني حاجة عندنا وهي الليست ستايل بوزيشن عندك الديفولت اللي هو الاوتسايد وعندك انت ممكن ان انت تخليها انسايد وعلشان تفهم انا اقصد ايه بانسايد واوتسايد هنشيل عندنا الكلام ده وهنروح عندنا هنا في الايتمز نفسها وهدي لها دلوقتي باك جراوند وليكن باللون الجولد مثلا وفي البوزيشن انا دلوقتي في البوزيشن بتحكم في موقع الايكونز دي عاوز ان انا ادخلها جوه ولا اسيبها بره هي الديفولت بتاعتها بتكون اوتسايد بتكون بره بالمنظر ده انا ممكن ان انا اخليها عندك هنا انسايد فهتدخل عندك جوه تمام طيب عندك كمان اخيرا عندك حاجه اسمها ايمج ممكن ان انت تخلي الايكونز دي عباره عن صور طبعا دي انت بتعملها من خلال ان انت بتكتب عندك هنا يو ار ال وبتختار صورة تكون حجمها صغير لان انت لو اخترت صورة حجمها كبير الدنيا عندك هتبوظ ومش هتعرف ان انت تعالجها تعال كده لما نستخدم عندنا مثلا الصورة دي وحاول ان انا ادخلك الصورة دي تكون جوة فاقول لك هنا list style position وأخليها عندك هنا inside فهدخلك الصورة دي تكون جوة عندك بالمنظر ده تمام فانت ممكن ان انت تحط صورة تغير الايكونز تشيل الايكونز كلها تتحكم في موقعها او تعمل فيها اللي انت عاوزه كمان انت ممكن ان انت تستخدم عندك الشورت هاند اللي هي الليست ستايل وتحط عندك الثلاث قيم بالظبط اللي هي التايب والبوزيشن والايمج فبتحط عندك التايب وليكن مثلا مثلا انا هخليها هنا ديسك تمام والبوزيشن ممكن اقول لك ان هي تكون انسايد واخيرا الصور انا ممكن ان انا احطها برضو على نفس السطر عندك هنا فممكن ان انا اختار مثلا صوره معينه ايا يكن الصوره دي واحطها عندك هنا بالمنظر ده فهتكون الترتيب بتاعها هنا الطيب وهنا البوزيشن وهنا الايمج تمام وبراحتك بقى اعمل اللي انت عاوزه وبس كده اتمنى يا رب ان انتوا تكونوا فهمتوا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وسلام عليكم